السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. في يوم جديد من ايام رمضان، النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الخروب بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة ممتازة جدا، هيطلع معاكم 10 على 10، احلى من اللي بتشتروه من بره جاهز. بس مش انا النهاردة اللي هعمله معاكم، النهاردة اختي هتعمله معاكم، وهي يعني ما شاء الله عليها متخصصة في مشروبات رمضان، بتعملها بطريقة جميلة جدا، وخصوصا يعني ان احنا في رمضان، فكل واحد بقى فينا بياخد ايه التخصص بتاعه، يعني كل واحدة شاطرة في حاجة بتعملها. فالنهاردة بقى هي ان شاء الله هتعمل لكم الخروب بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير. النهاردة هعمل معاكم مشروب الخروب بطريقة جميلة جدا، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا له لايك وفعلوا جرس القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. احنا اول حاجة هنعملها ايه؟ هنكرمل شوية سكر كده، هنحط شوية سكر على النار. بصوا احنا عايزين ايه؟ السكر بتاعنا نديله لون كده، يعني يبقى كده لونه بني، بس اهم حاجة ان احنا نبقى واخدين بالنا واحنا واقفين على السكر، ما نخلهوش معانا. هي هنحط معلقة مية كده بحيث السكر يكرمل معانا ونبقى واقفين عليه. اهم حاجة ان احنا نبقى واقفين على السكر بتاعنا، ما نخلهوش ايه اهو كده، ما نخليهوش يغمق معانا قوي، لان السكر بتاعنا اهم حاجة فيه ان هو الخروب، اهم حاجة فيه ان احنا نظبط السكر بتاعنا. يعني لو اغمق مننا سنة زيادة خلاص كده طعم الخروب راح مننا. فاحنا اهم حاجة نقف على السكر اهم واحنا بنعمله، ما نخليهوش يتحرق مننا، هو لون بسيط بني، وبعد كده خلاص نضيف على طول شوية مية. شايفين السكر معايا بياخد لون اهو كده، لسه شوية عليه، لما يغمق اكتر من كده انا عايزاه لونه بني. شايفين؟ شايفين عامل ازاي؟ تكة كمان وهنروح ضايفين شوية المية. شايفين السكر بتاعنا كده كده لونه بقى بني فاتح كده، احنا عايزين السكر هو باللون ده بالدرجة دي بالظبط. ليه؟ لانه لو غمق اكتر من كده هيمرر معانا، والخروب كده هيطلع ممرر وطعمه مش حلو. هنضيف دلوقتي شوية مية كده، شايفين معانا اللون عامل ازاي حلو ازاي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنضيف الخروب بتاعنا. الخروب بتاعنا اهو، يلا يلا بينا. الخروب ده اللي انا حطاه، انا حاطه نص كيلو خروب عشان انا عدد افراد الاسره بتاعتي كتيره، بس انتوا لو عدد افراد الاسره بتاعتكم قليله براحتكم، يعني كل واحد بيحط على حسب عدد افراد الاسره بتاعته. انا حاطه نص كيلو، انتوا ممكن تحطوا ربع كيلو، كل واحد على حسب عدد افراد اسرته. انا دلوقتي حطيت الخروب بتاعي، طبعا هزود ميه، انا طبعا بحط ميه سخنه معايا عشان يغلي معايا بسرعه. يلا بينا. وانا بحط الميه كده انا عايزاه يغلي غلوتين، وبعد كده خلاص اطفي عليه. المهم اقلبه تقلبتين. شايفين لون الميه بتاعتي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه، لون الخروب بتاعي الحلو اهو. بقلبه تقلبتين كده، انا عايزاه يغلي غلوتين معايا وخلاص، وهروح طافي عليه. شايفين الخروب معايا بيغلي ازاي؟ طبعا الغليان هو غلى معايا بسرعه. ليه؟ عشان انا حطاله ميه سخنه. انا بقى عايزه اقول لكم حاجه، والخروب بيغلي طبعا، احلى حاجه تعملي فيها الخروب ده امتى؟ تفطري كده وبعد كده تقومي تعملي لعيالك لعيلتك لاصحابك، تروحي واقفه عامله شويه الخروب الحلوين دولت، مش بياخدوا معاكي 5 دقايق بالظبط تعمليه،
وطبعا انتي، انا طبعا بغليه دلوقتي، انتي بقى مش مستعجله عليه. مثلا مثلا صحابك جايين لك تاني يوم يفطروا معاكي، انتي مش مستعجله عايزه تعمليه تاني يوم، بتعمليه بالليل بعد ما تفطري كده، تقفي تعمليه وتحطيه بعد كده بعد ما يغلى معاكي، تسيبيه الاول يبرد وتحطيه في التلاجة يقعد بقى لتاني يوم معاكي. بصي انا دلوقتي مش قادره اقاوم الريحه اصلا، الريحه خطيره يعني، طعم الخروب كده طالع مع السكر يعني، بصي ملهوش حل. هتسيبيه بقى معاكي يبرد في التلاجة يسقع، وتاني يوم تبدأي بقى تصفيه وتعمليه، وانا هوريكوا ازاي برضو هعمله معاكوا عشان يبقى كل ماشية معاكوا خطوة بخطوة. شايفين الطريقة بتاعت الخروب اللي انا عاملاها لكم دي؟ بالظبط نفس الطريقة. عارفين انتوا محل الخروب اللي كل اي حد بيجي من اسكندرية لازم يروح يشرب من اشهر محل في اسكندرية بتاع خروب، انتوا طبعا، انا طبعا مش هينفع اقول اسماء، كله بيروح يشرب منه. بصوا هتلاقوه نفس الطعم ونفس الريحة، انا جايبه لكم بالظبط يعني، انتوا جربوا الوصفة ومش هتندموا. شايفين اهو الخروب غلى معايا كده غلوتين حلوين. طبعا احنا لما بنسيب الخروب يغلي بتاع 5 دقايق كده مع بعض، يغلي مع بعضه، كل ما بتسيبيه يغلي مدة طويلة بيقعد معاكي بقى فترة طويلة، ما يحمضش معاكي يعني، يقعد معاكي فترة طويلة طعمه بنفس الطعم بنفس الريحة. فعشان كده انا سبته مدة ايه يغلي معايا. خلاص هو كده غلى، انا هطفي عليه، وبعد ما طفيت عليه هسيبه يبرد الأول، وبعد كده هدخله التلاجة، وبإذن الله بكرة تشوفوا معايا هكمله ازاي. دلوقتي بعد ما انا سبت الخروب بتاعي من بالليل للصبح، طبعا انا سبته في التلاجة، عملنا احنا الخروب وسبته في التلاجة من بالليل للصبح كده، عشان انا قلت لكم اهم حاجة في الخروب انه لما بنسيبه من بالليل للصبح في التلاجة كل الخروبة بتنزل العصارة بتاعتها كلها، بتلاقي طعم الخروب قوي معاكي، الريحة ملهاش حل. انا دلوقتي طبعا انا صايمة، ويعني اللهم اني صايمة، الريحة جميلة جدا. فانا دلوقتي انا عشان طبعا مش مستعجلة، امال انتوا لو مستعجلين بتسيبوه يبرد وبعد كده بنصفيه. انا جبت معايا دلوقتي الشاشة، جبت بلاستيكة وحطيت فيها شاشة وهصفي الخروب قدامكم دلوقتي. بسم الله. اهو بسم الله، شايفين انا بنزل الخروب في الشاشة بتاعتي كده. بسم الله، انا دلوقتي بصفي الخروب بتاعي، عشان طبعا الخروب بينزل تفل وحاجات، فانا لازم احط له شاشة. دلوقتي انا نزلت المية هلمها كده، ويلا بينا نشوف هنكمل ازاي. بصوا بقى بعد ما، بصوا الخروب بتاعي الجميل، شايفين اللون؟ اللون ده طبعا من السكر اللي احنا كرملناه مع بعض. طبعا بعد ما انا صفيت الخروب بتاعي، انا وانا بصفيه زودته شوية مية عشان ايه كان ينزل بقية العصارة بتاعته. طبعا كمية الخروب اللي انا عملتها كبيرة، فهنزود له مية. هنزود له مية قد ايه؟ انا هزود له 2 لتر من عندي، انا بحب الخروب بتاعي ولا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل، يبقى مظبوط. فانا هزود له مية، طبعا كل واحد حسب الرغبة بتاعته يعني، في ناس بتحب الخروب تقيل فهتقلل المية، حد بيحبه خفيف فهيزود مية، وطبعا على قد المية هنحط السكر يعني. المية انا هو شايفين انا حاطة مية ساقعة، حطاها في التلاجة من امبارح طبعا تسقع، عشان على الفطار على طول يبقى ايه العصير بتاعي ساقع وجميل. وده كده الشكل النهائي للخروب الجميل بتاعي بعد ما خلصته وعملته. وشايفين المنظر بتاعه جميل ازاي، نفس اللون مع اننا زودناه مية، ونفس درجة اللون بتاعته ما اتغيرتش. يا رب يكون، يا رب يعجبكم يا رب، وتبعتوا لي كده رأيكم فيه، وتقولوا لي عجبكم عملتوا ايه، قولوا لي التفاصيل كلها ايه بالظبط، ابعتوا لي وقولوا لي رأيكم فيه. وان شاء الله تابعوني هعمل لكم احلى المشروبات الرمضانية، تابعوني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.